احنا قلنا انه في تفاصيل، يعني الارقام كويسه، مستهدف كويس، ما اعتقدش انه حد هيقدر ينسى بعد 3 سنين لو حد احيا ربنا يعني ما قالته الحكومه. نحن بنتكلم فتره قليله، والمفروض انه يعني بيكون هم بالفعل شغالين وطلعين يعلنوا، مش لسه اشتغلوا. النهارده بالمناسبه 1.9 مليار دولار كانت حصيله ما تم توقيعه من طروحات من القطاع الخاص، والحصيله دي اعتقد شايفها مباشره ولا كنت تتوقع اكتر؟ طيب مش عايز اقف عند دي، لان احنا برضو دوله بندقق جدا في موضوع الطروحات وبيع الاصول. احنا محتاجين نبيع بسعر عادل. وده حضرتك مش معاه؟ ده انا معاه. ده انا بقول ان الرقم مش فارق معايا يبقى اكتر من كده او يبقى اقل، المهم المبدا واحد، ان انا مش ببيع اي ملكيه للدوله للقطاع الخاص غير بحقها العادل. ايوه. وبالسعر اللي انا مترقي ان هو ده سعر العادل والحقيقي. ايوه. فال 1.9 مليار النهارده الطروحات اللي تمت شيء جيد وشيء محترم، ولكن انا كدوله هو ده اللي انا مستهدفه. احنا قلنا ان احنا هنتخرج من انشطه بعينها. أيوة. هنتخرج من عدد محدد من الشركات، 32 شركه. دي رؤيه عامه. تفاصيل كل شركه في خروجها لازم تكون طبقا لمحددات وضوابط. أيوة. ودخول طبعا استشاري كبير تابع لصندوق تابع للبنك الدولي زي الاي اف سي، ده هيدي برضو مصداقيه اكتر لدى المستثمر الاجنبي. النهارده رئيس الوزراء قال ده هيساعدنا كمان في التسويق دوليا. في الخارج دوليا، مش هسوق يعني اقليمي كالمعتاد. أيوة. ودول الخليج. فانا اللي عايز اقول لحضرتك بس مصر في الاستثمار الخاص احنا ما زلنا الحمد لله رب العالمين، ويمكن منذ فتره كبيره احنا بنتصدر رقم واحد في قاره زي قاره افريقيا. في ايه؟ في استقبال الاستثمارات الاجنبيه المباشره. استثمار استقبال. نعم استقبال. نعم. الاستثمار الاجنبي المباشر احنا. نعم. رقم واحد افريقيا. بينافسنا دايما المغرب، بينافسنا ساوث افريكا، جنوب افريقيا، ودول اخرى. عندنا المركز الثاني عربيا بعد دوله الامارات العربيه المتحده. مصر استقبلت السنة دي بس 10.9 مليار دولار، وده أعلى رقم في تاريخ مصر استثمار أجنبي مباشر صافي الاستثمار. اللي أنا عايز أقوله إحنا عملنا شغل كبير جدا في سنوات صعبة. مصر النهاردة جاهزة لأي حكومة عايزة تنطلق، هي البلد جاهزة، جاهزة بنية تحتية، جاهزة موانئ، محاور اقتصادية، اتعمل شغل في الطاقة، الكهرباء، توفير، كل ده ما كانش موجود. صحيح. يعني حضرتك نتكلم. صحيح. هو المستثمر جاي عايز ايه بالظبط؟ عايز استقرار سياسي وده. أي. موجود. عايز لله. استقرار تشريعي علينا ده بالدنيا الحمد لله. نعم. ده اهم حاجه. احنا في صحيح. منطقه. صحيح. دكتور عزيز احنا في منطقه ملتهبه اوريدي طبعا، كل حدودنا واقليم كله مش مظبوط. طيب هطلع فاصل، استاذن حضرتكم نطلع فاصل ونرجع بقى نقول من وجهه نظركم قطاع خاص وبشكل عام اللي بيعيق، عايزين نشتغل اسرع، عايزين حوافز اكتر لايه، ومن وجهه نظركم الفجوه الدولاريه دي اسرع حاجه ممكن تجيب فلوس ايه، واتمنى انه يبقى في افكار جديده بتطرح. خليني اطلع فاصل.